Everyday Heroes. صاحب مخبز بيتزا يموت دفاعا عن موظفة. وقع الحادث في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك عندما أطلق الزوج النار على موظفة في مخبز سكوت للبيتزا قبل أن يطلق النار على نفسه. وتفيد شرطة ميلبورن أن السيدة أيدا غارسيا رودريغيز وزوجها خوسيه تشاجرا فيما بينهما في صباح يوم السبت. كانت أيدا ومديرها ليوناردو يفتحان المخبز عندما أقبل خوسيه مدججا بالسلاح والزخيرة. أطلق النار على أيدا، لكن ليوناردو حال دون إصابتها بأذى، وكانت النتيجة مقتل ليوناردو في سبيل حماية الموظفة النشيطة. وتعرضت أيدا للإصابة خلال الهجوم، ثم قام خوسيه بتوجيه فوهة المسدس على نفسه وانتحر. لقد تضامن الزبائن مع الضحيتين، أما أيدا فهي تتعافى في المستشفى، ويعود الفضل إلى البطل ليوناردو. رحمة الله عليك يا ليوناردو.